هلا ما بعد. ما هو انت احذري حالي، شو بدك فيي؟ انا عارف شو بدي اقول، بس انت شوفي حالك خبريني. رح اسالك زي السؤال سالته لهيدي. هادي بابا انو شو كمل 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 له. بدي اسمع رايك انت. كثير قوي وجهك يطلع ينام. ليش قلت قوي وجهك؟ ليش قلت هيك؟ قوي وجهك مان. ليش قلت كثير قوي وجهك؟ تعبير تعبير اكسبريشن. اوكي خبرينا خبرينا صحتك منيحه؟ مبسوطه ولا كلمين؟ قد ايه مبسوطه؟ يعني اذا فليتي الجمعه شو بيصير؟ بيصير في زعل؟ طبعا اكيد وصلت قطعتي كل هالمرحله تيجي تبيك باخر الطريق تعملي هيك بيرفورمانس عاطله. برجع بقول لك بعدك عندك ذات الشيء اللي كلنا بنحسه انه برافو بريزنس على المسرح كثير حلوه، بس المغنى منه بقوه البريزنس ذا سيم مابل اللي مرقت قبل. يعني اوكي يعني نشاز 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 كاتب وبعدين نشاز ريتم تفاريز يعني ريتم تبعك بتعرف يضحك بالموضوع. في مرات بتفلت ريتم وفي مرات بتزقفوا مع عالم بضيعوكي بترجع تفوتي على الايقاع فظيعه. كيف هي ما بفهمها؟ يعني في محل بالمغنى بتركضي على المغنى وبتبطئي وشغلي فيها كثير صعبه، مثل العالم عم بتزقف معك وتزقف مرات العالم برات ريتم لانه بيتحمسوا وانت بترجع بتفوتي على ريتم. يعني قد ايه انت قويه بترجع تفوتي على ريتم ما ضايعك الجمهور، وقد ايه انت ضعيفه بتغني بنص الغنيه بتسرعي وتبطئي. يعني ما بفهم، جرب اقعد حللك مزبوط ما بتزبط معي. عندك بريزنس بتقتل مثل ما قال خينا رافائيل درامر. لا ما بتسوى هيدا محلنا ما بتسوى. هيتي ما اجبر لك خبريه مثل ما هي. لا اول مره ما بكون عندك ريتم مزبوط. انت ملكه الايقاع بالنسبه لي.
ضيعتيني.